ايه هي المحددات اللي الرئيس بيقصدها في حديثه انه 2020 هنشوف مصر دولة تانية؟ طيب احنا لما بنتكلم في 2020 احنا بنرجع لورا حوالي يعني لحد 2013، هنقارن الوضع اللي هيكون فيه الاقتصاد المصري 2020 بالوضع اللي كان فيه 2013. احنا كان عندنا في اسوأ 10 دول في مؤشر الامن وسيادة القانون بسبب الفوضى اللي حصلت في البلد والارهاب والتسيب الامني والمظاهرات. كنا عندنا أزمة كهرباء وكانت يعني فضيحة عالمية، إنه المصانع مش عارفة تشتغل، إنه البيوت كل يوم بالثلاث أربع ساعات، ده حاجة بقت عادية، بقينا عاملين زي دول محيطة مش عايز أقول أسميها يعني، اللي هو عادي جدا إن إحنا بقى نجيب مولدات وبدأت تظهر تجارة المولدات. كان عندنا أزمة في الطرق المصرية كانت يعني بمثابة إن هي حاجة يعني مستحيل تكون دولة في القرن الواحد وعشرين عندها الطرق دي. عندنا مشاكل في مؤشرات الصناعية، عندنا مشاكل في الدولار، عندنا مشاكل في معدل النمو. إحنا عايز أفكر حضرتك إن إحنا في سنة 2012 عملنا معدل نمو سلبي، يعني إحنا النهاردة بنتكلم عن إحنا بنعمل 5.5%، إحنا في 2012 كنا عاملين ماينس تحت الصفر. فده الوضع اللي كنا فيه. احنا النهارده بنتكلم في ان في حوالي اكتر من مليون وحده سكنيه، فعلى 2020 هتكون انتهت الدوله من تنفيذها. كنا قبل كده فين؟ كانش فيه تقريبا، كانت الناس هي اللي بتبني والناس هي اللي بتدخل على الاراضي الزراعيه وتبني وتعمل، والناس هي وتشتري من غير مرخص، وكانش في حاجه اسمها ان الدوله تعرض. تمام، مفيش حاجه اسمها كده. عندنا دلوقتي حضرتك في الفقره اللي قبل كده كنت بتتكلمي عن الغاز المنزلي. احنا النهارده عندنا حوالي لو اكون مخطئ يعني عندنا حوالي 8.5 مليون منزل موصل بالغاز المنزلي، ومستهدفين ان احنا نوصل ل 23 مليون منزل. الغاز المنزلي اللي حضرتك بتستفيدي منه في البيت عشان تستهلكي نفس الكميه اللي بتستهلكيها من انابيب البوتاجاز، هتحتاجي تدفع في انابيب البوتاجاز 100 جنيه، نفس الكميه اللي بتديها لك انابيب البوتاجاز هتدفع فيها 40 جنيه في الغاز المنزلي. ده لو بنتكلم عن فايده من الموضوع ده. عندنا في مؤشر الامن وسياده القانون لسه من كام يوم صدر تقرير التنافسيه، وان مصر تقدمت تقدم كبير جدا في مكافحه الجريمه المنظمه وفي سياده القانون مش بس في العالم، في المنطقه كمان ترتيبنا تحسن جدا. عندنا في بحلول 2020 عندنا حوالي 5000 كيلو طرق. عندنا ازمه الكهرباء، احنا النهارده بنتكلم عن ربط كهربائي مع كوبروس ومن كوبروس لليونان ولاوروبا، ان احنا نصدر الكهرباء بعد ما كان عندنا عجز ب 6000 ميجا وات، بقى عندنا احتياطي ب 19000 ميجا وات. كل دي حاجات هتتغير، ولسه في حاجات اكتر من كده. النقطه المهمه والناس بتسمع الارقام دي، ان هو متوقع انه النتيجه تبقى تنعكس عليه هو، وتبقى النتيجه اللي تنعكس عليه تبقى مباشره وسريعه، وان هو يلاقي شكاير فلوس في مره واحده اوت اوف نوير، ان هو يلاقي فلوس مثلا، ان هو مرتبه لو كان 5000 ان هو لما يسمع الكلام ده طب انا عايز مرتبي المفروض يبقى 50000 جنيه بقى. لو الكلام ده اللي هو اللي معتقد كده بيبقى غاضد الطرف تماما عن عددنا قد ايه، وان احنا محتاجين معدلات نمو كبيره جدا فوق 7 و8% على عدد سنوات طويله جدا. وهناخد تجربه الصين على سبيل المثال. الصين حافظت على معدل نمو فوق 8% لمده 30 سنه عشان تبقى الصين اللي احنا بنقتدي بيها النهارده، وبنتكلم عن ان احنا عايزين نبقى زيها. وتعلموا من تجربه الصين، تعلموا من تجربه الهند، تعلموا من كوريا اللي بدات في الستينات. احنا اللي متاخرين، واللي كان المفروض نبداه في 77 بداناه 2016. ده الفرق ما بيننا وما بينهم.